السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين. وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادي عكاش تقلب كل الموازين وترج مواقع التواصل الاجتماعي الكل، تثبت تخطيط قيس سعيد للقيام بانقلاب ضخم وقلب الدولة التونسية رأسا على عقب. خطة الانقلاب هذه تنص بأنه قيس سعيد يقوم بتفعيل المادة 80 من الدستور وإعلان حالة استثنائية. إيش معناها هذا؟ المادة 80 من الدستور تعتبر أداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي حالة استثنائية ويعبر عنها بالدكتاتورية الدستورية. بعد تفعيل قيس سعيد للمادة 80 هذه باش تصبح كل أطراف الدولة تحت أمره. الجزء الثاني من الخطة باش يقوم قيس سعيد بالدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل ودعوة كبار المسؤولين للحضور، ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي. الإيطاب الثالثة ترفع الجلسة، لكن ماهوش باش يسمح للشخصيات البارزة وللحضور بالمغادرة، وباش يقوم بمحاصرتهم في قصر قرطاج. من بعد هذا باش يقوم بفصل الكهرباء والإنترنت وشبكة الاتصالات كاملة أعلى القصر الرئاسي الكل، وهكاكا حتى حد من الحضور المحجوزين الداخل ما ينجموا يتصلوا بحتى حد البر. الإيطاب الرابعة باش يخرج رئيس الجمهورية قيس سعيد ويتوجه بكلمة للشعب التونسي الكل ويعلن على تدابير استثنائية تقصي برشا ناس من السلطة، وتكليف العميد خالد اليحيوي مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. أيضا باش يعلن على نشر القوات المسلحة في مداخل المدن والمرافق الحيوية، وفي الوقت نفسه باش يقوم بوضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية، وهكاكا باش يولي الرئيس قيس سعيد يتحكم في دواليب الدولة وحده وحد ما ينجم يعارضه. السيناريو هذا خطير برش وينجم تصير عليه تداعيات أمنية كبيرة برش. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي يستر بلادنا تونس، وما تنسيوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم كل المستجدات.